وفيصل القاسم، فيصل القاسم شوف بالنسبة لي فيصل القاسم لما الناس استمر عنده في الجزيرة مش مقياس معناه انه الناس يعني لهم وزنهم، هو عنده حساباته، هو عنده حساباته. أكيد. وانور مالك، انور شوف انور مالك الان رجل يعني يمثل الانتهازية بأوضح معانيها. يعني الان مش شوف انا بالنسبة لي قضية شوف قضية الخلاف مع النظام شيء، وقضية التحالف مع دول أجنبية ضد النظام مسألة ثانية. الآن قضية كلامه عن المغرب، هذا كل يوم كلامه عن المغرب والبوليزاريو، والمغرب والبوليزاريو، هل معناها قضية مبدأ؟ مش قضية مبدأ، هو يبحث عن دولة تدعمه لا أكثر. على يعني بالي. هذا شوف هذا أسلوب ساخر. لا، هو يستعمل في قضية البوليزاريو، يستعمل في قضية الشيعة، إيه مثلا؟ ويستعمل في قضية تاع الجماعات المسلحة. تاع الجماعات المسلحة يستعملها، ودوك هو بطل يستعملها لأنه انكشف ان كذبه، انكشف ان كذبه هذا الرجل. يستعملها من أجل ربح ود النظام، هذه واحدة. ويستعمل يعني القضية بيلعب تاع شعار مثلا. البوليزاريو من أجل ربح ود المغرب. ويستعمل قضية تاع المخابرات، ومرة على مرة يستعمل هذه القضية تاع السرقات وتاع كذا على أجل من أجل ربح ود الإسلاميين. ومرات يشعل بيناتهم النار على أجل باش يخرج هو المنتصر في النهاية. ولكن الخدمة هذه ماهيش خدمة تاع مش خدمة نتاع شرف، ومش خدمة، مش مهنة نتاع صحافة. الصحافي الإنسان اللي ما يكونش صادق، ما ومتى ومتى كان انور مالك صحفيا؟ هل عنده شهاده في الصحافه؟ هل عنده ممارسه في الصحافه؟ عمره في حياته ممارس في الصحافه. أنا نقول لك صراحة، أول مرة عرفته عن طريق هذه تاع اليوتيوب، وهذا بالمعرف هذا نتاع ابن الأوراس، دار شهادة نتاعه وهذه في تاع اليوتيوب، وأنا من ثم اللي عرفته. والله العظيم أقسم بالله غير حبيت باش نعاونه لما شفت أنا الشهادة هذيك. يعني في الأول غاضني، قلت أنا زوالي ومحقور وكذا وكذا وكذا، قلت أنا والله غير نعاونه يعني هكذا. استدعيته، أنا درت معاه حوار قبل ما يديروا معاه الجزيرة،